أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الوحدة الأولى من مادة تكنولوجيا المعلومات للصف الثاني عشر، المسار التكنولوجي. عنوان وحدتنا الأولى هو الأمن الرقمي، وسنتناول اليوم الدرس الثاني من هذه الوحدة، وهو بعنوان الأمن الشخصي والحاسوب الجزء الثاني. وسنستعرض معا في هذا الدرس مجموعة من الأهداف. نبدأها أولا أن يعرف الطالب المقصود من أمن الحاسوب عبر الإنترنت. ثانياً، أن يعرف الطالب البرمجيات الضارة ويذكر أمثلة عليها. ثالثاً، أن يعدد الطالب طرق الوقاية من تحميل البرمجيات الضارة. رابعاً، أن يقوم الطالب بضبط إعدادات الأمان لبعض متصفحات الإنترنت. خامساً، أن يعدد الطالب بعض التغييرات التي قد تكون مؤشراً لإصابة الجهاز بالبرمجيات الضارة. سادساً، أن يذكر الطالب الخطوات التي يجب اتخاذها في حال الاشتباه في وجود برمجيات ضارة. سابعاً، أن يقوم الطالب بإعادة تعيين المتصفح لإعداداته الافتراضية. تعالوا معاً الآن نتعرف على بعض المصطلحات العلمية التي سنستخدمها في هذا الدرس. البرمجيات الضارة مالوير، برامج التجسس سبايوير، مضاد الفيروسات أنتي فيروس، جدار النار فايروول، مرفقات أتاتشمنتس، امتداد إكستنشن. عنوان الموقع يونيفورم ريسورس لوكيتور URL، النسخ الاحتياطي باكب. لقد تعرفنا في الجزء الأول من هذا الدرس على احتياطات الأمن الشخصي، وسوف نتعرف في هذا الجزء على طرق الكشف عن البرامج الضارة، وكيفية التعامل مع البرمجيات الضارة، وكيفية إعادة تعيين المتصفح لإعداداته الافتراضية. والآن لننتقل معا لعرض أهداف درسنا اليوم، ونبدأها بتعريف ما هو المقصود من مصطلح أمن الحاسوب عبر الإنترنت. لقد تعرفنا في بداية هذا الدرس على احتياطات الأمن الشخصي، حيث تساعد حماية المعلومات الشخصية في التقليل من خطر سرقة الهوية أو انتحال الشخصية، وهذه لا تكفي وحدها لحمايتنا أثناء استخدامنا لشبكة الإنترنت. فبالإضافة إلى الأمن الإلكتروني الشخصي، يجب أيضاً الاهتمام بأمن الأجهزة الحاسوبية، وذلك بحمايتها من السرقة أو التلف الذي قد يلحق بها أو البيانات الإلكترونية. وبشكل أكثر تحديداً، يجب حماية أنظمة الحاسوب من البرمجيات الضارة والتي تعرف باسم المالوير. والآن عزيزي الطالب، هل تستطيع أن تقارن بين احتياطات الأمن الشخصي وأمن الحاسوب عبر الإنترنت من حيث الهدف الذي يحققه كل منهما؟ أحسنت. إن احتياطات الأمن الشخصي تهتم بحماية المعلومات الشخصية بما فيها الرقم الشخصي وأرقام بطاقات الائتمان وأرقام الحسابات المصرفية، وذلك يساعد في التقليل من خطر سرقة الهوية أو انتحال الشخصية. أما أمن الحاسوب عبر الإنترنت فيهتم بالمحافظة على أمن الأجهزة الحاسوبية وحمايتها من السرقة أو التلف الذي يلحق بها أو بالبيانات الإلكترونية نتيجة الإصابة بالبرمجيات الضارة مالوير. ولنتعرف على المقصود من البرمجيات الضارة، حيث أنها مجموعة من البرامج التي يتم تثبيتها على جهاز الحاسوب أو الأجهزة المحمولة، وذلك دون موافقة المستخدم أو دون معرفته، والتي قد تتسبب في تعطل الأجهزة الإلكترونية أو مراقبة أنشطة المستخدمين أو التحكم بها. ويوجد العديد من الأمثلة على البرمجيات الضارة، من أشهرها برامج الفيروسات فيروسس أو برامج التجسس سبايوير. ولنجيب معا عزيزي الطالب على هذا السؤال، عرف البرمجيات الضارة مع ذكر بعض الأمثلة عليها. أحسنت. إن البرمجيات الضارة هي مجموعة من البرامج التي يتم تثبيتها على جهاز الحاسوب أو الجهاز المحمول، وذلك دون موافقة المستخدم أو دون معرفته، والتي قد تتسبب في تعطل الأجهزة أو استخدامها لمراقبة أنشطة المستخدمين أو التحكم بها.
ومن أشهر الأمثلة عليها الفيروسات أو برامج التجسس أو برامج أحسن الطروادة. ولنتعرف على كيفية تجنب البرمجيات الضارة والوقاية منها. كما هو معلوم لدينا إن الوقاية دائماً هي خير من العلاج، ولذلك يجب علينا اتباع مجموعة من الطرق المختلفة لوقاية أجهزتنا من الإصابة بالبرمجيات الضارة بأنواعها. ولنستعرض معاً أهم هذه الطرق. طرق الوقاية من تحميل البرمجيات الضارة. يوجد العديد من الطرق التي تستخدم للوقاية من تحميل البرمجيات الضارة. من أهم هذه الطرق هو تثبيت وتحديث برنامج الحماية من البرمجيات الضارة، استخدام جدار النار، ويجب ضبط إعدادات برنامج الحماية ومتصفح الإنترنت ونظام التشغيل للتحديث تلقائياً. لا تقم بتغيير إعدادات أمان متصفحك، وبذلك يمكننا تقليل التنزيلات التلقائية غير المرغوب بها من خلال الاحتفاظ بإعدادات الأمان الافتراضية لمتصفحنا. انتبه لتحذيرات الأمان الخاصة بالمتصفح، حيث تأتي العديد من المتصفحات مع أدوات مسح أمني مدمجة تحذرنا قبل القيام بتنزيل أي ملف ضار أو القيام بزيارة صفحة ويب غير آمنة. بدلاً من الضغط على ارتباط في بريد إلكتروني، اكتب عنوان URL لموقع موثوق مباشرة في المتصفح، حيث يرسل العديد من المجرمين رسائل بريد إلكتروني يبدو أنها من شركات نعرفها ونثق بها، وقد تبدو الروابط موثوقة، إلا أن الضغط عليها قد يقوم بإرسالنا إلى موقع احتيالي أو قد يقوم بتحميل برامج ضارة على جهازنا. لا تفتح المرفقات في رسائل البريد الإلكتروني إلا إذا كنت تعرف المرسل، حيث يمكن أن يؤدي فتح المرفق الخطأ إلى تثبيت برامج ضارة على حاسوبنا. ويوجد العديد من امتدادات ملفات الفيروسات مثل EXE و BIF و MSB و MSI و SCR و HTA و CMD و VBS. احصل على البرنامج المطلوب مباشرة من المصدر، حيث أنه من المرجح أن تتضمن المواقع التي تقدم خدمات تنزيل البرامج المجانية برامج ضارة. قم بقراءة كل محتويات الشاشة أثناء تثبيت برنامج جديد، حيث أنه أثناء تثبيت بعض البرامج على الأجهزة قد يطلب منا تثبيت برنامج إضافي. قم برفض تثبيت هذا البرنامج أو إلغاء عملية التثبيت ككل. لا تضغط على الإعلانات المنبثقة الخاصة بتحسين أداء الحاسوب، حيث يقوم المحتالون بإدراج برامج غير مرغوب فيها في إعلانات النوافذ المنبثقة والتي قد تبدو سليمة، وخاصة الإعلانات المتعلقة بتحسين قدرات الحاسوب. ومن الأفضل تجنب الضغط على هذه الإعلانات في حالة عدم تعرفنا على المصدر. افحص وحدات التخزين الخارجية قبل استخدامها، حيث يمكن أن تصاب وحدات التخزين الخارجية بالبرمجيات الخبيثة، خاصة إذا استخدمناها لنقل البيانات بكثافة بين الأجهزة الشخصية والأجهزة العامة. ناقش مشاكل الأمان الحاسوبية مع الآخرين. قم بإخبار الأصدقاء والعائلة أن بعض الإجراءات عبر الإنترنت يمكن أن تعرض الحاسوب للخطر، مثل الضغط على النوافذ المنبثقة وتنزيل ألعاب أو برامج مجانية. استخدم النسخة الاحتياطية لبياناتك بانتظام، حيث يجب علينا عمل نسخ احتياطية من أي بيانات نرغب في الاحتفاظ بها في حال تعطل الحاسوب الخاص بنا، وبشكل خاص الصور والمستندات المهمة. وبعد أن تعرفنا على أهم الطرق التي تستخدم للوقاية من تحميل البرمجيات الضارة، تعال معنا عزيزي الطالب نجيب على هذا السؤال. اذكر أهم الإجراءات المتبعة للوقاية من البرمجيات الضارة. أحسنت. يوجد العديد من الإجراءات التي يجب اتباعها للوقاية من البرمجيات الضارة. من أهمها أولاً تثبيت وتحديث برنامج الحماية من البرمجيات الضارة واستخدام جدار النار. ثانياً لا تقم بتغيير إعدادات أمان متصفحك. ثالثاً انتبه لتحذيرات الأمان الخاصة بالمتصفح. رابعاً لا تفتح المرفقات في رسائل البريد الإلكتروني إلا إذا كنت تعرف المرسل. خامساً
احصل على البرنامج المطلوب مباشرة من المصدر. سادساً، قراءة كل محتويات الشاشة أثناء تثبيت برنامج جديد. سابعاً، افحص وحدات التخزين الخارجية قبل استخدامها. وأخيراً، استخدم النسخ الاحتياطي لبياناتك بانتظام. ولنقوم الآن بضبط إعدادات الأمان لبعض متصفحات الإنترنت مثل متصفح جوجل كروم. نقوم بفتح المتصفح جوجل كروم. ستظهر لنا النافذة الخاصة بالمتصفح. نقوم بالضغط على النقاط الثلاث الموجودة في أعلى النافذة بجانب شريط العنوان. تظهر لنا مجموعة من الاختيارات. نقوم باختيار سيتنج أو الإعدادات. سنجد في يسار الشاشة مجموعة من الاختيارات منها Privacy and Security. نقوم بالضغط عليها. ستظهر لنا في يمين النافذة مجموعة من الخيارات من ضمنها الاختيار Security الخاص بإعدادات الأمان. يتيح لنا هذا الاختيار مجموعة من الاختيارات المتعددة. يمكننا الاختيار فيما بينها بما يناسب احتياجاتنا مثل Enhanced Protection و Standard Protection. وإذا أردنا استعادة الافتراضيات لهذا المتصفح نقوم بالضغط على الاختيار Advanced أو الخيارات المتقدمة من يسار الشاشة. نجد في نهاية هذه الاختيارات اختيار Reset and Clean Up أو استعادة الافتراضيات لهذا المتصفح وتنظيفه من تاريخ التصفح. تظهر لنا في يمين الشاشة Restore Setting to their original default أو استعادة الاختيارات الافتراضية Clean Up Computer. وإذا أردنا استعادة الاختيارات الافتراضية نقوم بالضغط عليها. تظهر لنا رسالة تخبرنا أنه سيتم استعادة الاختيارات الافتراضية للمتصفح ومسح جميع كلمات السر وجميع المواقع التي قمنا بالدخول عليها. إذا أردنا تنفيذ هذا الاختيار نقوم بالضغط على Reset Setting. وبذلك نكون قد قمنا باستعادة الافتراضيات لمتصفح الإنترنت جوجل كروم. والآن بعد أن تعلمنا طرق الوقاية من تحميل البرمجيات الضارة، يجب علينا معرفة كيفية الكشف عن البرامج الضارة إذا ما أصيب بها جهاز الحاسوب الخاص بنا. فيجب على المستخدم تشخيص التغييرات التي قد تطرأ على طبيعة عمل جهاز الحاسوب الخاص به، وذلك بصفة مستمرة، حيث أن تلك التغييرات قد تكون مؤشراً لإصابة الجهاز بالبرمجيات الضارة. ولنستعرض معاً أهم هذه التغييرات. فمن أهم التغييرات التي قد تطرأ على طبيعة عمل جهاز الحاسوب والتي قد تكون مؤشراً لإصابة الجهاز بالبرامج الضارة وجود بطء في أداء الحاسوب، حدوث أعطال فجائية في الجهاز، عرض رسائل خطأ متكررة، عدم القدرة على إغلاق أو إعادة تشغيل الحاسوب، عرض الحاسوب لمجموعة كبيرة من النوافذ المنبثقة، عرض الحاسوب لإعلانات غير مناسبة تتداخل مع محتوى الصفحة، عدم استجابة الحاسوب لمحاولات إزالة البرامج غير المرغوب فيها، وجود إعلانات لا نراها عادة في بعض المواقع مثل المواقع الحكومية، عرض صفحات ويب لم نقم بزيارتها، إرسال رسائل بريد إلكتروني لم نقم بكتابتها، وجود أشرطة أدوات أو رموز جديدة وغير متوقعة في المتصفح أو على سطح المكتب، حدوث تغييرات غير متوقعة في المتصفح مثل استخدام محرك بحث افتراضي جديد، حدوث تغيير مفاجئ أو متكرر في الصفحة الرئيسية لمتصفح الإنترنت، استنزاف بطارية الحاسوب المحمول بسرعة أكبر مما ينبغي. والآن عزيزي الطالب، هل تستطيع أن تجيب على هذا السؤال؟ اذكر أهم التغييرات التي قد تطرأ على طبيعة عمل جهاز الحاسوب ويمكن أن تكون مؤشراً لإصابة الجهاز بالبرمجيات الضارة. أحسنت. وجود بطء في أداء الحاسوب، حدوث أعطال فجائية في الجهاز، عرض رسائل خطأ متكررة، عدم القدرة على إغلاق أو إعادة تشغيل الحاسوب،
عرض الحاسوب لمجموعة كبيرة من النوافذ المنبثقة، وجود أشرطة أدوات أو رموز جديدة وغير متوقعة في المتصفح أو على سطح المكتب، حدوث تغييرات غير متوقعة في المتصفح مثل استخدام محرك بحث افتراضي جديد، استنزاف بطارية الحاسوب المحمول بسرعة أكبر مما ينبغي. والآن لننتقل إلى الخطوة الأخيرة، وهي كيفية التعامل مع البرمجيات الضارة. ففي حال الاشتباه بوجود برمجيات ضارة على حاسوبنا، يتعين علينا اتخاذ مجموعة من الخطوات وهي كالتالي: التوقف عن القيام بالتسوق الإلكتروني واستخدام الخدمات المصرفية على الحاسوب، وعدم القيام بأي أنشطة أخرى عبر الإنترنت تتضمن أسماء المستخدمين أو كلمات المرور أو غيرها من المعلومات الحساسة، تحديث برنامج الحماية ثم القيام بفحص الحاسوب بحثاً عن الفيروسات وبرامج التجسس مع حذف العناصر المشتبه بها، ثم إعادة تشغيل الحاسوب لتطبيق التغييرات التي قد تمت، التحقق من المتصفح لمعرفة ما إذا كان به أدوات لحذف البرامج الضارة، ومن الممكن أيضاً إعادة تعيين المتصفح إلى إعداداته الافتراضية. يمكنك الاستعانة بالدعم الفني من خلال الاتصال بالشركة المصنعة لجهاز الحاسوب الخاص بك، ويجب عليك تجهيز الرقم التسلسلي قبل الاتصال بالشركة المصنعة للحاسوب، والتأكد من معرفتك للبرامج التي قد تم تثبيتها ومن قدرتك على تقديم وصف موجز للمشكلة. ولنجيب معا على هذا السؤال، اذكر أهم الخطوات التي يجب اتخاذها في حال الاشتباه بوجود برمجيات ضارة على جهاز الحاسوب الخاص بك. أحسنت. التوقف عن القيام بالتسوق الإلكتروني، والتوقف عن استخدام الخدمات المصرفية على الحاسوب، ثم القيام بتحديث برنامج الحماية، وفحص الحاسوب بحثاً عن الفيروسات وبرامج التجسس، التحقق من المتصفح لمعرفة ما إذا كان به أدوات لحذف البرامج الضارة، إعادة تعيين المتصفح إلى إعداداته الافتراضية، والاستعانة بالدعم الفني من خلال الاتصال بالشركة المصنعة لجهاز الحاسوب الخاص بك. ولكي نقوم بإعادة تعيين المتصفح لإعداداته الافتراضية، يجب علينا القيام بمجموعة من الخطوات. نبدأها أولاً بأن نقوم بفتح نافذة المتصفح Internet Explorer. ستظهر لنا النافذة الخاصة بالمتصفح. نقوم بالذهاب إلى شريط القوائم، ومن قائمة Tools أو قائمة أدوات نقوم بالضغط عليها فتظهر لنا قائمة منسدلة. نقوم بالذهاب إلى الاختيار الأخير من هذه القائمة، وهو Internet Options أو خيارات الإنترنت، ونقوم بالضغط عليه فتظهر لنا نافذة تسمى Internet Options أو خيارات الإنترنت. تحتوي هذه النافذة على مجموعة من التبويبات. نقوم بالذهاب إلى التبويب الأخير من هذه النافذة، وهو Advanced أو متقدم، حيث يحتوي هذا التبويب على اختيارين: Restore Advanced Setting، وهذا الاختيار عندما نقوم بالضغط عليه يقوم باستعادة الإعدادات المتقدمة إلى الوضع الافتراضي، وزر Reset، وهذا الزر عندما نقوم بالضغط عليه يقوم باستعادة خيارات الإنترنت الخاصة بهذا المتصفح إلى الوضع الافتراضي. بعد الانتهاء من الضغط على زر Reset، ستظهر لنا نافذة أخرى تخبرنا أنه سيتم استعادة الإنترنت إكسبلورر إلى الوضع الافتراضي. نقوم بالضغط على Reset مرة أخرى فيتم استعادة الإنترنت إكسبلورر إلى وضعه الافتراضي. وبهذا نكون قد قمنا باستعادة الإنترنت إكسبلورر إلى الوضع الافتراضي الذي كان عليه عندما قمنا بتثبيت هذا البرنامج. أيضا يمكننا استعادة الافتراضيات لبرنامج إيج، وهو أيضا برنامج من مايكروسوفت خاص بتصفح الإنترنت، حيث نقوم بالذهاب إلى النقاط الثلاث الموجودة بأعلى نافذة البرنامج بعد فتحه والموجودة بجوار شريط العنوان، ونقوم بالضغط عليها ثم اختيار Setting أو الإعدادات، فتظهر لنا نافذة تحتوي على مجموعة من الإعدادات الخاصة بالبرنامج، فنقوم بالضغط على Reset Setting فتظهر لنا نافذة
restore resetting to their default values أو استعادة هذه النافذة إلى الإعدادات الافتراضية، فنقوم بالضغط عليها فيظهر لنا مربع حواري يخبرنا أنه سيتم عمل استعادة للافتراضيات أو الإعدادات الافتراضية لهذا البرنامج، وعندما نقوم بالضغط على زر reset يتم استعادة الإعدادات الافتراضية للبرنامج. وبذلك أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم، ولنتذكر معا الموضوعات التي قمنا بدراستها في هذا الدرس، حيث قمنا بدراسة كيفية الكشف عن البرامج الضارة، وكيفية التعامل مع البرمجيات الضارة، وكيفية إعادة تعيين المتصفح لإعداداته الافتراضية.